بعد إهداره لعقود شرعت شركة غاز البصرة في استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، كان هذا الغاز يحرق ويخسر العراق ملايين الدولارات يوميا. منذ بضع سنوات بنيت أولى المحطات لإنتاج الغاز، واليوم تضاف محطة جديدة إلى الشركة بطاقة إنتاجية قياسية تبلغ 120 مليون قدم مكعب. هذا التقدم الكبير في استثمار الغاز يضيف قيمة مضافة للتنمية المستدامة والاقتصاد الوطني. اليوم نحن في افتتاح محطة القدرة التصميمية لها هو 120 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز. تدشين اليوم هو 60 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز. عمليات حرق الغاز لوثت البيئة في مناطق غرب البصرة، والاستفادة منه تعني إطفاء عدة شعلات نفطية وتوفر فرص عمل لسكان المدينة كما يقول مسؤولون محليون. تقليل هذه الشعلات المحترقة نظرة إيجابية تساهم في تقليل التلوث البيئي وتقليل عدد قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار. قطاع الصناعة بشكل عام يحتاج إلى أكثر من عامل، يعني خبرة الأشخاص، ويحتاج إلى رأس المال. فهذه الأمور إذا اجتمعت مع بعض تنشأ شركة مثل شركة غاز البصرة وتسعى إلى استثمار استخراج النفط غير مستثمر، وضيع العراق عائدات كان يمكن لها أن ترفد خزينة الدولة. اليوم تحاول الحكومة الاستفادة من وفرته بالاستعانة بالخبرات الأجنبية. مازن طيار، العرب، البصرة.